في بعض الحاجات اقدر ان انا يعني شايف ان هي ممكن نحل، زي مشكله مثلا اشغالات الطرق. مثلا اشغالات الطرق تقدر انك تحلها بحل زي ما بيقولوا رخيص جدا، انك تجيب سكوتر وحط عليه كاميرا مثلا فيها جي بي اس، وخلي حد يسوقه في منطقه معينه، منطقه جغرافيه معينه يغطيها. السكوتر دوت بخلال الكاميرا اللي فيها جي بي اس يقدر يصور كل الاماكن دي، الاماكن دي ليها احداثيات على الجي بي اس. يقدر موظف، نفس الموظف اللي بيسوق السكوتر، يفرغ الكاميرات ديت بالمخالفات اللي عليها، وتبعت حضرتك خطاب بالبريد او مو حد ينزل يوزعه على الاماكن ديت، ووجه لهم انذار ان انتوا بتشغلوا حيز من الطريق، ودوت هيخليكم ان انتوا يعني هيغرمكم او هيخليكم تحت طائله القانون. ده مجرد انذار، وخليه يجي تاني يوم وتالت يوم، وكل مره بقى بعد الانذار دوت او انت تديله فرصه ان هو يظبط وضعه، وقع عليه غرامه، وقع عليه غرامه ونفذها. في عز مكان الناس خايفه تنزل في الشوارع وفي كذا وكذا واضطرابات في الشارع المصري، ما خفتش؟ بص، هو احنا للاسف الناس بتسمع مش بتجرب. يعني كل الناس مثلا تقول لك لا ما تروحش، ما اعرفش. انا واحد من الناس لفيت بالموتوسيكل بتاعي مصر كلها، بفضل الله ما حصلش اي حاجه. انا كنت عايز اقول لك مثلا مفيش صعوبات. اللي بصعوبات بقى مثلا ايه، ما في المكان الفلاني ما فيهوش بنزين، فمحتاج انك تشيل بنزين معاك. قال لك تعالى وهات موتوسيكلك. ولا لا لا والله ولا كلام. الناس كان عايز اقول لك انا لو واقف في الطريق الناس بتوقف تسالني مش عايز حاجه، طب مش عايز ميه تشرب، ما اعرفش يعني ايه. مصر امان، وده بقولها بكل امانه من خلال تجربتي اللي انا شفتها، وامان انك تسافر اي حته. اكيد في تجارب سلبيه وفي ناس بتشوف حاجات سلبيه، فاهمني؟ بس ده وارد في كل دول العالم وبيحصل في كل دول العالم. يعني انا سافرت بعض الدول الاجنبيه كنت بخاف انزل بالليل بصراحه، يعني فاهمني؟ يعني بعض الدول كنت يعني الناس تقول لك لا ما تنزلش بالليل، ما ينفعش تنزل بالليل يعني، فاهمني؟ حتى بعض اصدقائي الاجانب لما جم مصر راجل وما يعرفش ينزل بالليل. عادي مواطن ما يعرفش ينزل بالليل. عادي، فاهمني؟ لا دي نعم. انا هقول لك، يعني انا عايز اقول لك بقى لما صادفت منهم بعض منهم في مصر هنا، احنا ماشيين مثلا الساعه 11 بالليل مستغربين احنا ازاي ماشيين في الشارع كده. جينا نعدي من نفق مثلا عشان نعدي الطريق الناحيه الثانيه، ايه ده احنا هنعدي من نفق بجد؟ يا جدعان عادي ما فيش مشكله. يعني لو هم يطلعوا من نفق انت عارف اللي هو بيتشال مش مصدق. انا قلت لهم عادي، يعني بيقول لك عندنا احنا لو عدينا من نفق كده بالليل ما نطلعش.